على انه الامور ستكون صعبه لدفاع تونس. الدقيقه 30 موتانجول يضيف هدفا ثانيا بهذه الطريقه التي اثارت الاستغراب من ناحيه والاعجاب من جهه اخرى. الشوط الثاني العكايشي دخل الى ارضيه الملعب وسجل هدفا اعاد به الامل لتونس، لكن جون بوماكون لاعب الخبره يظهر في مناسبتين، دقيقة 65 وفي الدقيقة 86 الكاميرون للمرة السابعة في تاريخها في نهائيات كأس العالم، فيما تونس تفشل في الوصول إلى المونديال. كان ربما يكون الأمر متعلقا بظهور خامس لتونس، لكن ذلك لم يحدث وتأهل مستحق للكاميرون. مزيد من التفاصيل حول استحقاق الكاميرون.